مدري معكم ارى فيديو جديد او رياكشن جديد الشباب. اللي مدري عن الرياكشن على البلانات ديال الخوف شي لقطات الدراري او موثق. نشوف هذا البلان ديال لقطات الدراري فريمون كيدير لي واحد شويه ديال الوقت حيت الشباب كنبقى نقلب زعما على بلانات اللي يقدروا يكونوا موثقين الدراري ولا شي بلان باش ما نبقاش نحط لكم اي حاجه فيك ولا اي حاجه كتبان راه نتيقوا راه مستحيل. فهمتوا بلان راه كيكون عندنا واحد العقل اللي ما خصناش نبقاو نتيقوا اي حاجه وهذه هي البلان. الكونسيبت الدراري ولا الهدف من هذا الكونتنت هذا هو يكون واحد التخوف. يعني ملي تفرج هذه الحلقه هذه بالنسبه لبنادم اللي كيعجبو يتفرج هذا الشيء ديال الرعب يحس بشي حاجه يخاف. فهمتوا بلان خصوصا ملي يكون كيتفرج بالليل. هذا هو البلان الدراري. فيديو الكونتنت هذا كيما الكونتنت ديال الريلز انستغرام بالدراري غيبقى يتحط ديما كل نهار الشباب غيكون عنده الشباب واحد التوقيت ديالو اللي هو 9 ديال الليل غنبقاو نحطو اوتوماتيكمون الدراري. المهم دابا الدراري 3 حتى 4 د الفيديوهات غيبقاو يهبطوا مبروغراميزين بشكل رسمي. انا نقول لكم دابا مثلا شحال ديال الفيديوهات ان شاء الله بروغرام الدراري جديد اللي غنديرو 2 3 ديال الفيديوهات عاود الاربع ان شاء الله 4 ديال الفيديوهات الخميس 3 ديال الفيديوهات السبت 4 ديال الفيديوهات والحد 2 ديال الفيديوهات. هو البلان ديال الجمعه الدراري نقدر نتخطى اصلا تخطيتو فهمتوا بلا ما نحط فيه والو لحقاش انتم ما عارفينش. فهمتوا بلا ناخذ واحد الاستراحه من تكون الصلاه ديال الجمعه الدراري ما كاين والو من المهم انتم ما عارفين باش ما نتعطى عليكم غنبداو هاد الرياكشن غنشوفوا هاد الشيء هذا كيف غيكون واش فريمون ناضي ولا لا. والدراري تفاعلوا مع هذا الكونتنت هذا حيت كنت كنديرو كنوقف كنديرو كنوقف عاود كنشغل عاود كونتنت اخر. دابا داكشي منظم كل نهار 9 ديال الليل غيكون عندي باش منتعطى عليكم وغنبداو جو. لاحظت سيدة ان كلابها خايفين من شي معين. عندك عندنا دري 10 ديال المقاطع فهمتوا بلا وكل واحد راه في كلب عليهم وكانوا بيحاولوا يحذروها من خطر قريب. مورا الباب هاهو وقيلا غا شي كلب هداك وهاهو واقف تما. ولكن غاشي كلب عاود ميريكاني صعاود قلبو مشيش اي حاجة واتفاك مالكم ما صاحبي غا كلب هداك واقع على مورا الباب. هلا لاحظت السيدة وجود جسم خلف الباب. الجسم كان يراقب البيت كان ينظر للداخل عن طريق الزجاج. هوية الجسم ما زالت مجهولة لغاية ماشي مجهولة انت عمتي يا كل شيء اليوم هو مخصر كيعاود نيته فهمتوا. احد الاشخاص بيمتلك دمية مسكونة. في احدى الليالي استيقظ الرجل على كابوس مرعب. انا هادشي اللي كيخنعني الدراري لحق الصوت بعد ساعات كيلعب واحد الدور اللي ميمكنش. هاديك الدنيا ولا كوبينغ سيبلز تحركت الدمية بشكل مفاجئ. الحركة أصابت الرجل بالصدمة. كيف بصح ولكن علاش تاهل علاش مزيان داك الموسيقى ولا داك الترين علاش طيارتي هنا وصافي أصلا. ممكن تتحرك بهذا الشكل ناري الإشارة تعب إشارة الدراري على غفلة جوج الإشارات ورا بعضهم. تخيل دابا إيماجيني أنت هادشي علاه ما نقطعش هاد اللعيبة هادي باش تشوفوا المعاناة الدراري اللي كنعانيو. غاد مرة ما نقطعهمش مرة أخرى نقطعهم الدراري دور بذاكرته باش تشوفوا المعاناة اللي كندوزو منها في الأداتينغ باش ما يقولكمش راسكم داكشي كيدوز كلين كامل وحيلو وشفتو غلط. الغرفة اللي بتظهر أمامكم مسكونة بالجن. لما تنطفئ الأضواء بيظهر خيال في وسط الظلام. Alright, tell me I'm on f***ing crack. Every time I turn off the light, there's like a shadow there. Watch. You see that? وطف الضواقع وطف ايه شي واحد واقف شاد ضو موقف تاوي وطف Tell me I'm not on f***ing crack dude. Damn شي تبصها الدراري No What the f*** Dude I'm out of here
ما صاحب البيت قال انه ما بتجرأ على دخول الغرفة لانه ممكن حياته تتعرض للخطر. السيدة كانت بتصور بث مباشر على التيك توك، ما كانت تعرف ايش بحصل خلفها. انا عوار شوية تسكي جري سنين الدراري سنين بقى رجع فيديوز اللي كان بقى نصور بالليل بعد ساعات كان نصور بالليل عم بقى شمس عم بقى نسكان يوم مكملين عندي يكون شي بلانس بحال هكا كيدوز وانا ما كنشوفش ما كنقشعوال والله ترى لا يمكن. صورت الكاميرا خيال بعد من تما ناري هاد المش ناري هاد المش تجنني وين مش شايب الله كدير اللي بغات فهمت سطا ماشي لا انا كنت بغيت بالشعب خيال في وسط الظلام. الجسم كان يتحرك بشكل غريب، المتابعين انتبهوا لظهور الجسم وحاولوا تحذير السيدة. انتم ما ادري شي شكل ما كسحب ليش هادشي على حساب الدرجة كيكون بالروج ولا احد الاشخاص كان جالس على الكمبيوتر ما كان يعرف ايش بحصل خلفه. He's not catching ball with you? Yeah. You need somebody to play ball? Baba. كان باب الثلاجة بيتحرك بدون سبب. ويلي. اللي حصل أصاب الرجل بالخوف، خاصة إنه الثلاجة موجودة في زاوية البيت ومستحيل يكون هناك شخص في المكان. كارثة عظمى هذه الترس. مارك ستيفن كان دابا شنو نقولوا في هذه اللعبة هذه كذوب؟ طبعا لا لا يمكن تقول لنا هذا الشيء هذا كذوب صح راه مستحيل. جالس لوحده في البيت فجأة سمع صوت حركة في إحدى الغرف. اتمكن مارك من تصوير لحظات مخيفة جدا. الو 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 كانت ايد الباب بتتحرك بشكل غريب وكأنه في شخص موجود خلف الباب. لما حاول مارك يصعد الدرج اتسكر الباب بشكل عنيف جدا. سيدة لاحظت ان طفلتها بتتصرف بشكل غريب. في ساعات الليل بتسمع صوت من غرفتها. لما شاهدت كاميرا المراقبة شاهدت لحظات صادمة جدا. كتساروا هنا اي ايه البنت الدري كتخلع شكيل ياكو كتخلع والله والله. الام قالت انه الجدة ماتت قبل عدة ايام وممكن تكون زارت الطفلة في هي الليلة لان الطفلة كانت تحب جدتها بشكل كبير وتأثرت كتير بعد وفاتها. السيدة كانت في بيت صديقتها، لما رجعت لمنزلها لاحظت انه في شخص موجود في البيت. الشخص المجهول كان يراقبها من شباك الطابق الثاني. واو بيبي tell me I'm bugging. tell me I'm bugging.
We've made Amplitude easier than ever, but our mission doesn't end here. السيدة هربت من المكان فورا لأنه ما بتعرف مين اللي جالس في البيت وما بتعرف لإيش بخطط. استيقظ أحد الأشخاص على صوت طرق الباب. الساعة كانت متأخرة ومستحيل يكون في زيارة بهالوقت. الجسم المجهول قام باقتحام البيت. تخيلوا الدراري تحوا في السيتياسيون شنو قدروا ديروا مثلا؟ كانت الأبواب تنفتح بكل سهولة مع أنه ما ظهر أي شخص في الفيديو. هوية الجسم ما زالت مجهولة لغاية اليوم. جاستن ستيوارت كان يعمل في ساعة متأخرة، كان لوحده في المكتب. خلال لحظات تعرض لهجوم مرعب. So it's happening again. Some crazy paranormal shit going on. نقول الله يحفظك تقول عليه بسم الله الرحمن الرحيم. It's just me. There's no one else around. There's no freaking strings. هرب ما تشوف مورك، هرب ما تشوف مورك. كما قلت لكم الدراري كان هذا هو الفيديو، لايك كومنت الفيديو الدراري، اتمنى تابوناو وديروا جيم، خليو داك اللايك، فعلوا الجرس الشباب. هانتوما فيه. المهم الفيديوز هادو غيزيدو يطوالو شويه الدراري في الوقت، غتكون فيديو فيه 20 دقيقة. المهم ونتمنى الدراري منكم يعجبكم هادشي هذا اللي كندير، ومهم الكونتنت كما كتشوفوا بصفة عامة، وخليكم دابا يلاه. Peace.